نوع كده من البيروقراطية بيشتكي منه السادة المواطنين في موضوع إصدار البطاقات. أنا مش يعني حضرتك أكيد متابع معانا من الأول، يعني قصة، وكمان يعني ما فيش حد ما اشتكاش من ده، يعني حتى اللي بيشتكي من نقص السلعة بيقوم يقول لك إيه، وبرضه البطاقة ما والبطاقة بتطلعش، مش تمام. عارف إيه. يعني بيروقراطية في إيه؟ في إن أنت كل موظف تروح له يقول لك لا، أصل دي مش قصتي، دي مش بتاعتي، أصل أنا ماليش دعوة، أصل أنا مش عارف إيه. فبيبقى المواطن يا عيني ما متلخبط، مش عارف يروح هنا ولا هنا ولا هنا. وعلى فكرة الشكاوي دي كلها وغيرها بتجيلنا من الموضوع ده. احنا لسه من شويه في خطاب الرئيس سامعين ان هو بيقول ان لازم يكون في تعاون ما بيننا، يعني هو حتى قال المحافظين يتدخلوا، كل محافظ في المشروع، ما يقولش انا ماليش دعوه، شلت ايدي من القصه. لا، تبقى عارف حتى لو هو مش تخصصك، بس على الاقل هتقدر اكيد تساعد في حاجه. فاللي بيحصل هنا من بين الموظفين خصوصا في حاجه حساسه زي التموين دي، حاجه مش مظبوطه ابدا يا فندم. حتى يعلم المواطن ايه هو دور التموين في استخراج بطاقه تموينيه. دور التموين انه بيتجه المواطن الى مكتب التموين وبيقدم الاوراق بتاعته. بنشوف الاوراق بتاعته سليمه ومش سليمه، كنا الاول بناخدهم، وده سبب التاخير بقى. كنا بناخدهم ورقي، يروح لممهم كده رئيس المكتب في كرتونه ويروح وديهم للشركه. شركه منفذه دي لا تخضع لوزاره التموين. دي يعني لما وزارة التموين تسألها انت عملتي ايه، تقول له لا استنوني بقى، ما فيش رقابة، يعني ايه لا تخضع؟ لا، هي بتخضع لوزاره لرقابه وزاره التنميه الاداريه. تمام. تمام. فاحنا كل دورنا كالعاملين في التموين، مكتب التموين بياخد بالكراتين كده ويروح واخدينهم وادينهم للايه؟ ده الاول للشركه، والشركه بقى تبتدي بقى ايه؟ تصدر البطاقه. هي اللي عندها الاجهزه وهي اللي بتصدر البطاقه من مغناطه. تمام. تمام؟ طيب دلوقتي بقى قال لك لا، الورق بيضيع والورق بيعمل، واحنا عايزين نمشي التكنولوجيا فنستخدم بواسطه الايميل. فبيقوم المواطن يتقدم الى مكتب التموين، مكتب التموين بيسجله على السيستم على الحاسب الالي ويروح بعته بالايميل على مين؟ على الشركه. تبقى الداتا كلها عند الشركه، تبتدي الشركه تتعامل معاها وتطلعها البطاير. مين اللي بيتابع الشركه بقى؟ وزاره التنميه الاداريه. وحضراتكم اكيد احنا بتتابعوا مع بننتظر. التنميه الاداريه. ايوه طبعا، احنا بنخاطب التنميه الاداريه، لا، تاخرت مش ما تاخرتش. منتظر بقى، ما احنا طبعا اكيد طبعا طبعا، لازم ما في يكون في تنسيق كامل مخاطبات بينه وبينهم. طبعا في عشان نرد مخاطبات. على الناس، ما نقولوش مظبوط استنى لما التنميه الاداريه ترد مظبوط عليا. مظبوط. واجتماعات في الوزاره عندنا واجتماعات في الوزاره عندهم بصفه مستمره كده، بيبقى في ايه يعني تمام. اجتماعات ومحاوله تذليل العقبات والصعوبات اللي بتواجه البطاقه. طيب هرجع لحضرتك تاني في النقطه دي، بس ناخد ناديه معانا. ناديه من القاهره. صباح الخير يا دكتوره، ازي حضرتك؟ صباح النور يا حبيبتي، ازيك يا عسل؟ الحمد لله، الله يخليك. انا بس عايزه اسال، بنتي جوزها مسافر وهي بتروح له وبتيجي، يعني بتروح له زيارات وبترجع، هل في اشطبها من البطاقه؟ لا، هي بتسافر مده قد ايه؟ اكتر من 6 شهور يعني؟ يعني بتروح له زيارات وبترجع عشان ولادها هنا وكده. هي اصلا مقيمه هنا في مصر صح؟ هي هنا بس جوزها مسافر وساعات بتسافر له. ساعات بتسافر. طب خليكي معايا يا ناديه. وبعدين الطلبه ولادها طلبه هنا، بشطبهم برضو؟ ولادها طلبه، تشطب الولاد من بطاقه التموين ولا لا؟ حاضر يا ناديه، هرد عليكي حالا. اي استفسار تاني؟ طيب نرد على مدام ناديه دلوقتي. بنتها بتسافر وترجع، يعني هي مش مقيمه في الخارج، هي مقيمه في مصر. القرار واضح، اللي يسافر اكتر من 6 اشهر لكن اقل من 6 شهور ما تحذفش من البطاقه. واقل من 6 شهور ما تتحذفش من البطاقه يا مدام ناديه. لكن بالنسبه اكتر من ست للاطفال يا شهور فندم، ولا الاطفال برضو، اطفال كل طلبه. من ينطبق عليه اللي مكتوب في البطاقه مسافر بره اكتر من 6 شهور يتحذف. اقل من 6 شهور ما تحذفش. يعني هي لو عايشه بره، لو عايشه بره وقعدت اكتر من 6 شهور تتحذف. المتوفي 3 شهور. والمتوفي اقصى حاجه ست ثلاث اقصى حاجه شهور 3 شهور، علشان بعد كده بيتم بقى تطبيق عليه تطبيق الغرامات عليه. الغرامات. تمام. طب هو الغرامات دي بتصل لكام يا فندم بالمناسبة؟ بنحسب احنا خد تموين بقد ايه وخد عيش بقد ايه ونضرب فرق الدعم ويدفع. تمام. طيب نرجع تاني بقى لاستخراج البطاقات، لان المواطن ساعات بيتوه في الموضوع ده يا فندم، وصراحة كده بيلاقي معاملة يعني مش قد كده من الموظفين في المكاتب، وبيبتدي يحصل مشادات اكيد اللي حضرتك عارفها. طيب الحل ايه؟ بص ليه لفف الناس على 60 ماشي. بص يا استاذه مها، بامان يعني، وانا ارجو ان يعني تاخدوا كاميراتكم وتروحوا تصوروا المعاناه التي يعانيها رؤساء المكاتب. تمام. والله ليس دفاعا عن شيء، ولكن احنا مش بندافع، انا بنقل لحضرتك الشكوى اللي انا سمعتها من دعونا الناس. ننقل الواقع. دلوقتي انا يعني انا عندي 3 مكاتب بيمسكهم رئيس مكتب واحد، ورئيس مكتب فاضل له سنه يطلع معاش.
طب وده احنا عندنا عجز في عندنا عجز في العماله. خليني اتكلم بصراحه شديد. عندكم عجز في العماله؟ عندنا عجز في العماله طبعا. عماله ما فيش. فده بيبقى يعني له ضغط. ايه السبب معلش ان العماله مش موجوده في يعني؟ ما طبعا انت عارفه ان مفيش تعيينات دلوقتي. التعيينات بتبقى الاوائل الجامعات وحمله الماجستير وحمله الدكتوراه. تمام. ففي عجز في العماله. يعني عندي مثلا الاقي ثلاث مكاتب ماسكهم واحد او مكتبين ماسكهم واحد. والراجل ده قرب يطلع معاش فهماني. وطبعا راجل كبير في السن يعني عنده امراض وعنده بالاضافه الى ال 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 الضغط الرهيب برضه على العماله. بس احنا دلوقتي ابتدينا نعمل الوزير بيعمل حاجه اسمها المكاتب النموذجيه المتطوره. المكاتب النموذجيه المتطوره ممكن المكتب ندمج المكاتب بحيث ان احنا ما نكونش عايزين العدد ده كله. ان العدد المتوفر المتاح بالتكنولوجيا الحديثه دي يغطي المحافظه. تمام. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي فعلا. طيب واحنا طورنا 13 مكتب الحمد لله يعني. تمام. هرجع لحضرتك مرة أخرى. معلش معانا زينب من الغربية. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا مدام مها، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك بخير، اتفضلي يا حاجة. طيب أنا معايا ولدين وجوزي متوفي بقاله 7 سنين. فعايزة أعمل بطاقة تموين. فقالت لي في مكتب التموين تبع طنطا، قالت لي عايزه مفردات المعاش لحضرتك. جبت لها مفردات المعاش لقيتها بتقول لي ده 1460. انا عايز اقل حاجه، اكتر حاجه 1200. ورجعت لقيت لي مركش بطاقه ما ينفعش. انت معاشك 1460؟ انا اللي باخده ليا انا 1460. قالت لا احنا عايزين اكتر حاجه 1200، كده مش هينفع لك بطاقه تموين. تمام. طيب وعندك ولدين؟ عندي ولدين احمد وابراهيم. طيب حاضر يا حبيبتي من عينيا، هرد عليك. اي استفسار تاني؟ طيب هنرد على مدام زينب. بس معانا حاتم من الشرقيه. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عايز اكلم المسؤول اللي معاك. اتفضل. هو سمع حضرتك يا استاذ حاتم. دلوقتي انا مراتي موجوده مع والدتها في بطاقه التموين. حاولت ان انا اجيبها معايا في البطاقه، كل ما اروح يقولوا لي الوزير واقف العمليه دي، الوزير واقف الموضوع الخاص انك تشيلها من عند امها تجيبها معاك. وعايز انت عايز تنقلها من بطاقه والدتها لبطاقه حضرتك صح؟ ايوه. بيقول الوزير واقف الموضوع ده مش عارف ليه. مين اللي بيقول لك كده؟ اللي في مكتب التموين بتاع الزقازيق. خليك معايا ثانيه واحده. طيب نرد على الحاجه. طيب اللي نرد على الاستاذه زينب الاول وبعدين نرد عليكم. احنا قلنا الضوابط اللي طبقا للقرارات الوزاريه ان يكون المعاش الا يزيد عن 1200 جنيه. هم دلوقتي بيناقشوها في مجلس الشعب ان هم يخلوها اكتر من كده، لان ال 1200 دي مثلا بقى لها كذا سنه كان يعتبر رقم. طيب لكن دلوقتي هيزول. يا استاذه زينب، يا مدام زينب، المفروض ان القانون بيقول ان اللي معاشه لغايه 1200 جنيه هيستحق بطاقه، بس دلوقتي بيناقشوا ان القانون، لان اللي بياخد 1400 ده مش مليونير، ما هو يعني مش ده ممكن توصل ل 2000 مثلا يعني. يعني نحاول ان احنا برضو ايه يعني ناخذ الموضوع ده بعين الاعتبار. فهو بيتناقش دلوقتي لان حضرتك دلوقتي غير مطابقه للمواصفات، لان في 250 جنيه زياده على المعاش بتاعك، فان شاء الله غنيه يعني معاك 250 جنيه زياده. لا بس احنا بنطمنها ان شاء الله ان هي طبعا بعد بس بنطمنك طبعا، وان شاء الله هيتم مناقشه القانون ان هو على الاقل طيب يبقى 2000 جنيه او يعني 1800 حاجه في مجلس الشعب ان شاء الله يعني. طيب بالنسبه للاستاذ حاتم، هو بيتكلم على فصل واستخراج مفتوح حاليا تماما، بيلجا بس من 8 ل 20، من يوم 8 ليوم 20. 8 ايه؟ 8 في الشهر ليوم 20 في الشهر. يعني يوم يعمل فصل يوم والاستخراج. يوم 8 اللي جاي مثلا؟ من يوم 8 اللي جاي ليوم 20. طيب يا يعمل فصل واستخراج، يروح لمكتب التموين اللي هو تابع ليه، يجيب ورقه شطب كده خصم. عشان ما يبقاش في ازدواجيه في الصرف، مش تصرف من هنا وتصرف معاه، لا يجي يشطبها له من هنا وروحوا ضايفينها له عنده هو. تمام. الخاصيه مفتوحه في مكاتب التموين كلها من يوم 8 اللي جاي اليوم 20، من يوم 8 ليوم 20 في اي هو في اي شهر، في اي شهر. طبعا. علشان بس ما حدش يقول لك طب ليه يا فندم الردود، ما هي دي بقى الردود اللي انا كنت بقول لحضرتك الناس بتتضايق من اصل احنا واقفين التعاملات. ما قالوش من يوم 8 ليوم 20 ليه؟ لا والله بيقولوا، بس هو المواطن دايما بقى يمكن احنا برضو مواطنين بنحب نتعامل مع عايزين نعمل حاجه بتاعتنا دلوقتي، لا عايزك تعملي دلوقتي، لا انا دخت، لا انا جيت كذا مره. طب ما هو بيبقى جه كذا مره وداخ فعلا يا فندم. يعني ماشيين على برضو. ماشيين على قوانين وقرارات احنا ماشيين عليها. يعني ما فيش اي يعني ده برضو بيرجعني الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه قبل التليفونات،
ففي قصه ان حضرتك بتقولي ان في موظف على 3 مكاتب فالناس بتبقى تعبانه. طب مزبوط. انا مقدره تماما يا فندم ان الموظف كمان بيبقى تعبان، بس بالزبط. الناس دي بتبقى جايه له من اخر الدنيا، واقفه من الصبح ومعاها مش عارف ايه ووراها التزامات وما ينفعش تيجي تاني يوم عشان عنده شغل ما اعرفش فيه، فانا برضو لازم اراعي ده. يعني احلها ازاي؟ طيب ما فيش اي حلول مقترحه؟ لا، ما انا لسه بقول لك ان احنا دلوقتي بنطور مكاتب التموين. احنا طورنا 13 مكتب بمكتب نموذجي، يعني تخش كده بقى. شكله ايه المكتب النموذجي ده؟ شكله ايه المكتب النموذجي؟ تحس المكتب باربع شبابيك كده بيتعاملوا مع على 4 كمبيوترات، على كل موظف على كمبيوتر. والله رئيس المكتب بنفسه بيقعد يشتغل على 4 كمبيوترات بيتعامل مع المواطنين، فبيبقى في تسهيل. يعني حتى هتلاقوا دلوقتي الزحام خف جدا 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 من امام المكاتب. تمام. طيب معانا زينب من القليوبيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عايزه استفسر بس عن حاجه لو سمحت. اتفضلي، تحت امرك يا فندم. انا دلوقتي كنت مع اهلي مع والدتي، والدتي توفت وجي قالوا انت سقطت من البطاقه، جيت هنا قالوا انت سقطت من البطاقه، فاني جوزي توفى حبيت انزل بطني مع العيال، قدمت ورق انا وبنتي لحد دلوقتي بقى لها 7 شهور. بقالك 7 شهور؟ ما قدمت ورق، وكل ما اسال يقول الشهر الجاي بتعاني تقلي، وما لحد دلوقتي معايا عيل عندها 14 سنه وانا بقول 450 جنيه معاد، ومعايا 4 عيال 3 عيال في المدارس. طيب معلش يا حاجه، ممكن بس تفهمينا تاني بس من الاول؟ استاذ محمد عايز يعرف دلوقتي انت زوجك توفى، تمام؟ عايزه تعملي بطاقه بقى ليكي انت ولادك الاربعه، مش كده؟ لا لا. امال ايه؟ معايا كان هو عامل بطاقه بعياله الاربعه وانا كنت مع اهلي. انت كنت مع عايزه بقى تنقلي في البطاقه الثانيه. انا رحت تنقل قالوا انت سقطت من بقالك 4 سنين. قالوا انت سقطت بقالها يعني سقطت من البطاقه. ما هو اكيد طبعا بعد ما الراجل توفى ما فيش حد ايه، هي شكلها ما تبعتش، بعد ما هو توفى بالظبط. طبعا عيال صغيره او كلام من ده، هي المفروض اوتوماتيك بتعود الى الورثه، الى الابن الاكبر او للزوجه. يعني لو كان راجل ثم الزوجه يبقى توفى الرجل، يبقى تعود الى الزوجه على طول، ورثه اللي الراجل دوت او الابن الاكبر اللي بعد منه او البنت الاكبر اللي بعد كده. هي طبعا ما تبعتش الكلام دوت، فممكن تكون البطاقه سقطت. طب هي هتعمل ايه برضه؟ تروح لمكتب التموين، تعمل بطاقه جديده مستخرجه حديثا. يا حاجه هتعملي بطاقه جديده؟ ايوه. يعني لسه هتقدمي على بطاقه جديده؟ على ورق مش جديد. نقل مش مزبوط. نقل من بطاقه لبطاقه. هي طبعا طالما مع هتقدم ورق ايه بس؟ طالما هي على ابوها هتعمل فصل واستخراج من ابوها، فصل واستخراج من ابوها، واستخراج من بطاقه الوالد يا فندم. ايوه. وبعد كده هيطلع لها بطاقه بفرد واحد. تمام لان هي دلوقتي تستحق الدعم. الدعم بتاعها موجود عند ابوها. فتخلع من ابوها وتعمل ليها بطاقه لوحديها. بس بلاش كلمه تخلع دي، يعني هي تتخصم من ابوها وتعمل بطاقه بفرد واحد. بعد كده هنبقى نضيف لها الاولاد ان شاء الله. طيب ولو في اي استفسار تابعينا لو سمحت يا فندم. معانا سيد من الدقهليه. ايوه صباح الخير. صباح النور، اتفضل. انا لما بطلق التموين يخصم 4 جنيه على البطاقه التموينيه. بيخصم 4 جنيه؟ 4 جنيه، وما بيتملى ولا مفيش اي حاجه. هل ده مظبوط على التموين؟ بيخصم 4 جنيه على التموين. لا، هو حسب السلعه اللي هو بياخدها. اصل ممكن واحد مثلا انا ما حدد له 21 جنيه ممكن يزيده عن ال 21 جنيه فيقول له يا عم والله انت خدت مثلا كيلو سكر وكيلو رز ومش عارف ايه وايه، فانت بدل ما هم 21 جنيه مثلا 5 افراد ب 110 مثلا يعني. تمام. فيجي يقول له بقى ايه؟ لا ده انت خدت ب 115 يبقى انت عليك 5 جنيه. دي بعض الحالات بتحصل. تمام. وتأكد بس يا استاذ سيد، ال 4 جنيه دول بتوع ايه؟ يعني هو لسه كل بقول مره 4 جنيه؟ ما انا لا طبعا، بس انا لسه بقول يا استاذه مها الحمايه الذاتيه، الحمايه الذاتيه اقصى حمايه، اقوى حمايه، بان هو عنده هنا الباتش اللي بيطلع من المكنه. باتش من المكنه، اول ما بيدفع الفلوس على طول يروح واخد باتش من المكنه كده يقراها. طب استاذ سيد اساله بس، ال 4 جنيه دول بتوع ايه؟ يعني ما تدفعهمش الا لما تفهم دول يعني بيدفعوا ليه؟ البادج هو الاساس، الفاتوره. نعم؟ هي الاساس. سؤال اخير بالنسبه للزيت بتاع التموين. ايوه. يدونا ب 13 جنيه. زيت التموين ب 13؟ ب 9. ب 9 جنيه زيت خليط. هو ب 9 جنيه. ايوه، زيت خليط تقدم بشكوى الى مديريه التموين.
تقدم بشكوى الى الزيت بتسعة جنيه بتاع التموين، لكن بتاع التموين اللي بتاخده على البطاقه، لكن نقاط الخبز لا. بايده ب 11 ساعات، ايده ب 13. ما انا بقول اهو، ما انا مش على كيف يا استاذ سيد. أيوة. هو ب 9 جنيه. في فرق بين نقاط الخبز وفي فرق بين السلع اللي موجوده، السلع التموينيه الاساسيه. السلع التموينيه الاساسيه اللي هي ال 21 جنيه بتاعتك ديت، فيها كيلو سكر كيلو زيت ب 9 جنيه، اللي هو الخليط، زيت خليط ب 9 جنيه. ولكن الثاني اللي هو في على نقاط الخبز ده اوفر، ده حاجه عاليه اضافيه ليك، فايده للمواطن للمستهلك صاحب البطاقه، ده حر. بكام ده بقى؟ لانه حسب الانواع. حسب النوع. طيب عموما يعني هو زيت التموين ب 9 جنيه اللي بيديه لك بال 13 ده تبلغ عنه، ما تدولوش، ما فيش حاجه اسمها زيت تموين ب 13 جنيه. معانا هاني من القليوبيه، اخر تليفون معلش عشان وقتنا. هاني. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ هاني. بعد اذنك، احنا بقى لنا حوالي اكثر من 9 اشهر عاملين بطاقه لسه مش شغاله دلوقتي. ما استلمتش بقى لك 9 اشهر؟ كل يوم بتطبع طباعه، اكثر من 6 اشهر بتطبع طباعه. بيقول لك لسه بتطبع 9 شهور يا استاذ. لا قولي له اخر حواله بريديه عملتها امتى؟ اخر حواله بريديه عملتها امتى يا استاذ هاني؟ عملتها من 5 اشهر. يبقى جايه لك في الدفعه الجايه ان شاء الله تعالى. خدها وخدها ثقه كده، وتحياتي ليك وكل اصحاب البطاقات اللي اعلى مسؤوليه محمد. جايه ان شاء الله كده خلاص؟ جايه على استاذ محمد نجي بيقول لك هي جايه خلاص، تبقى جايه. تابعنا. اشكرك اشكرك يا فندم. شكرا ليك استاذ هاني، كان اخر تليفون معانا النهارده في حلقتنا. ارجو يعني ان نكون جاوبنا على معظم استفسارات الساده المواطنين، وتكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده. طبعا يعني بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. العفو يا فندم. كمان على استقبالك لكل مكالمات واستفسارات الساده المواطنين، وان شاء الله المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها النهارده المره الجايه ما نكونش يعني نكون بقى عندنا مشاكل ثانيه جديده شويه. المشاكل بتحل والله يعني متواليه، مشاكل بتحل بصفه على طول مستمره ان شاء الله تعالى. واحنا خدامين المواطن، خدامين المواطن المصري ان شاء الله. وباذن الله كمان يا جماعه، بس اللي عنده شكوى او عنده اي حاجه يحاول يبعتها لنا كمان من خلال خدمه وصل صوتك، هتكلمونا على رقم التليفون بتاعنا اللي بتتصلوا بينا عليه عادي، وتدوس رقم 1 وتسجل الشكوى بصوتك عشان اللي ما لحقش. بعتذر لكل الساده المشاهدين ما قدروش يوصلوا لنا النهارده، وهنستنى برضو ان احنا يعني نسمع ونتلقى شكواكم سواء على وصل صوتك أو على صفحتنا على فيسبوك، نكتب صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش. شكرا جزيلا الأستاذ محمد ناجي وكيل مديرية تموين الجيزة، شكرا لحضرتك مرة أخرى. هسيبكم دلوقتي وبوعدكم إن شاء الله بكرة هكون معاكم 9 صباحا بتوقيت القاهرة، وهسيبكم دلوقتي علشان نكمل كده مع بعض افتتاح المشروع القومي للاستزراع السمكي، أضخم مشروع للاستزراع السمكي، الواقع وأفاق المستقبل.